سؤال من صديقتي سوسو تقول: ليش أحس شهر واحد ثقيل جدا علي وصعب والأمور عندي تتلخبط وترجع لورا؟ أوكي. أول شيء أبغى أقول لك إنه شهر واحد وشهر 12 تعتبر أشهر صعبة، ما هي أشهر هينة، لأنه إذا أنت تشوفينها على مستوى الأهداف، على مستوى الشركات، على مستوى الدول، في ملفات تقفل وملفات تفتح، فبالتالي في طاقات مختلفة وفي جهد هنا، في جهد في النهاية وجهد في البداية. هذا شيء. الشيء الثاني أبغى برضو أقول لك احتمال إنه ميلادك موجود، يعني خلنا نقول نهاية واحد أو بداية اثنين أو نهاية 12، فبالتالي يكون عندك شهر في تسديد الكارمات، وبالتالي يكون طوال الوقت شهر واحد عندك شوية مربك. هذا إذا كان عندك التاريخ الميلاد. برضو شيء يعني ممكن برضو انه يكون عندك حصل، خلينا نقول حصل في سنة من السنوات، يعني ممكن خلينا نقول ممكن ترجعي لأول حدث صار في شهر واحد، هو تكلمت عنه مرة في انستغرام لايف موجود في اليوتيوب، اللي هي دورات التنظيف، واتفقنا انها من الممكن في فلسفة تقول انها تمر كل 7 سنوات. لكن لما يكون، خليني اشرح لك اياها، لما يكون صار حدث عندك في هذا الشهر، طيب، وبعدين دخل العقل اللاواعي ودخلتي في قصة وكثير فيها صدمة وفيها عمق وفيها قاع وكذا، بعدين صرت تقول الله يستر لا يصير مثلا هذا الحدث، بعدين تكرر شيء ثاني في نفس في السنة اللي بعدها، بالتالي كأنك انت خليتي هذا النفق، او خلنا نقول قصرتي من عمر الدوره. اوكي كذا، هذا اسهل شيء، تعبت وانا احاول اجيبها. قصرتي من عمر الدوره، بدال ما هي 7 سنوات خليتيها سنويه، ان كل سنه يمر شهر يعفسك ويلخبطك ويسوي لك مشاكل. هذه كلها احتمالات موجوده، لكن مجرد ما يكون عندك تاريخ ميلادك تكونين خلاص تنهين الموضوع لأنه مرتبط بالكارما. صديقتي تي تقول: أحس كل ما بديت بداية جديدة ما أستوعب إلا بعدين مرة، شنو الحل حتى تزامع البداية وقت الصحيح؟ والله مو سيء ترى، أوكي مو سيء، يعني أنا بالنسبة لي مفضل بصراحة صراحة. يعني أنا بالنسبة لي أعتبر أنه هذه بداية تفوق التوقعات، بداية يعني أحسن بداية، أحسن طاقة بداية أنها تبدأ وأنا ما حسيت فيها، يعني دخلت الجو، شفتي كيف شابكة لدرجة أنها متصلة مع ما قبلها، فبالتالي ما حسيت بالبداية، ما حسيت أصلاً بالبداية، لدرجة أني ما حسيت بالبداية، لدرجة أني بعد فترة قلت أوه توني أنتبه أني أنا يعني شفت كنت في هذا الاتجاه أو وصلت في هذا الاتجاه أو كنت في هذا المكان أو في هذا الزمان، أوه توني أنتبه أني بديت حقبة جديدة من حياتي، أوه توني أنتبه أنه والله يعني جيد مو سيء، بالعكس أنا يعطيني إشارة إنه في يعني كذا يعني اتصال ممتاز وانتقال ممتاز وسلس ويسير. لكن أيضا موضوع التزامن هذا تزامن 1000%، ما يعني إنه ما في توازن، هذا في هذا كل التزامن، زي لما شخص يوصل عمر خلنا نقول عمر 18 وهو
يعني عارف وش بيسوي في الحياة وكذا تلقائيا يعني. بعدين قال أو واو أنا من يوم عمري 7 سنوات وأنا مسوي هذا الشيء. فيقولك أو واو أنا ما انتبهت إني أنا بادي في هذا الموضوع، بس مرات الأشياء لما تنحط في قوالب تبدأ أنت تنقلها من اللاوعي للوعي، تقول أو واو أنا عندي هذا، أو واو أنا عندي، أو واو أنا كم صار لي وأنا أو واو. يعني مثلا شخص الآن يبغى يشتغل في العلاقات العامة، طيب يمكن واحد منكم الآن يسمعني يبغى يشتغل في العلاقات العامة، قرر إنه يفتح مكتب، بيقول من وين أجيب العلاقات، خلني أشيك على جوالي، خلني أشيك على الوات، يفر كذا يفر، أو واو والله اكتشفت إني أنا يعني ضالع في العلاقات العامة من زمان، يعني من زمان أصلا وأنا كل جوالي اصلا يعني اقدر يعني اشتغل واسوي بزنس من الموضوع. فهذه اشاره جيده. صديقتي تقول ما الرساله من التعطيلات التي تحدث بعد اي نيه؟ خلينا بما انه احنا قاعدين نتكلم عن كارما الثراء نقول انه نويتي الثراء، طيب بعدين جاك قرصان اللي يعني تناقشنا فيه اكثر من مره، جاك القرصان وكنت انت يعني حطيت لك كذا مبلغ على جنب على اساس انك بتسوي المشروع، وبعدين حطيت النيه وقلت خلاص المشروع قرب، فظهر القرصان كذا طارت قيمه راس المال المشروع طار. فانت تقولين يعني يا دكتوره يعني جاني تعطيل الان وبقعد سنه كامله اشتغل عشان اجيب راس المال المشروع اللي انا اعتقد انه بينجح ويوصلني الثراء، انا ماشي بس تعطلت سنه كامله. فأقول لك إنه القوانين تحكم الأهداف وتحكم النوايا، لذلك لما نكون إحنا مو جاهزين لهذه النية تظهر هذه التعطيلات عشان أكون أنا في حالة نمو حتى يحين الوقت المناسب لتجلي هذه النية وتجلي هذا الهدف. وبالتالي أنا حاليا مو جاهزه اني اسوي بزنس لانه اي احد يجي بيسرقني، فبالتالي يطلع القرصان، بالتالي انا اتعطل اشتغل على هذا القرصان، اضبط الموضوع، يمكن اجيب الشرطه، يمكن اروح للمحكمه، يمكن اتضارب انا وياه، اشتغل مره ثانيه اجيب فلوس مره ثانيه. استوعبت، بالتالي لما يتجلى هدف الثراء راح احافظ على المال كويس، ما راح اسمح للقرصان كذا يمر وياخذ فلوس وتعدي الأمور ببساطة، لا ما تعدي الأمور ببساطة. فهذه التعطيلات هي شكل من أشكال النمو، الاستعداد، الانضاج، التجربة عشان نكون خلنا نقول نستحق الهدف أو نقدر نقطف الهدف. بنين يقول أو تقول كيف أبدأ؟ كلما أفكر أبدأ بمشروع جديد أو فكرة جديدة أتكاسل وأجلها اليوم اللي بعده، ماذا أفعل؟ أبغى أقول لك إنه مدام أنت متكاسلة فأنت مش متسقة مع الفكرة أو مش متسقة مع المشروع. المشروع اللي يناسبك يصحيك من النوم، الفكرة اللي تناسبك تصحيك من النوم. إذا المشروع أو الفكرة أو الشيء اللي أنت تشتغل فيه ما خلاك تصحى من النوم وأنت مبسوط إنك أنت راح تسوي هذا الشيء وراح تشتغل على هذا الشيء، معناها أنت في الطريق الغلط، أنت مو في المكان الصح. وبالتالي استمري، فكري، قلبي مشاريع، لما يجي مشروع يصحيك يقومك من النوم، يخليك تقول يلا متى نبدأ، يلا أبغى أبدأ اليوم، لا مو بكرة، اليوم أنا متحمسة إني أبدأ اليوم. لما يجي حد يقول أهدى من كذا شوية، أهدى بعدين تحاولين تهدين، أقولك يلا حان الوقت. دكتورة إيش رأيك أبدأ باحتمالي الأفضل في الفنون وأنا قادرة أبدع فيه هو مجال تخصصي أصلاً، ولا أبحث عن فكرة إبداعية مجنونة المجهول، ولا اللي أعرفه كبداية؟ خليني أقولك شيء، إذا أنت فعلاً صادقة عن إيمانك بذاتك إنك عندك هذا الإبداع، إذا أنت فعلاً أنت يعني تقولي أنا مبدعة أعرف الفن، ها أبغى منك فكرة مجنونة داخل الفن،
احنا ليش نجيب فكره مجنونه برا؟ لا، انت في المجال اللي انت مبدعه فيه اللي هو احتمالك الافضل، طلعي لي اجنن فكره ما حد اشتغل فيها ولا حد سواها في البلد اللي انت فيه، وامسكي الخط، امسكي الخط.